عشى في السيل وول بتاعها، يضرب السيل وول يبوظه. يقوم الار فاكتور دوت يمكن البكتيريا انها تطلع بنسلينيز، يقوم يتغذى بالبنسلين قبل ما البنسلين يتعشى في السيل وول. يبقى ده الار فاكتور معناها جينز which render or make the organism resistant to antibiotics. For example, the gene اللي اسمه R factor اللي يمكن البكتيريا انها تبروديوس انزيم زي البنسلينيز اللي يعمل ديجريديشن للبنسلين ويخلي البكتيريا ريزيستنت للبنسلين على سبيل المثال. مره جه سؤال في الامتحان جه لي علم ليه الدراج ريزيستنت بيحصل له سبريد among البكتيريا population؟ ادهم صح، نجاه صح. شوف برضو جدد عمر هم قالوها. طب انت فهمتها ايه بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ بينات البلازمين اللي اسمه الار او الار جين متشابه في نفس الوقت على البلازمين اللي اسمه الاف. فلما البلازمين اللي اسمه الاف يعمل 6 فيروس ويدي كوبي للخلايا الثانيه، فهو بالتالي هيديها كوبي من الار جين برضه، مش اداها كوبي كامله من البلازمت، والبلازمت كان بيحمل الار جين، يبقى الار جين اتباع للخليه دي. طب لو الخليه دي من الاول كانت سنسيف للبنسلين واكتسبت ار جين يخليها تنتج بنسلينيز، فهي الاخرى اصبحت ريزيستنت للبنسلين. نعم يا نجاة. هو لازم تبقى اف بوزيتيف عشان تبقى ريزيستنت؟ لا مش لازم، احنا بنقول يوجوالي دايما العلم ما فيهوش حاجه 100%. بتقول الار فاكتور اللي هو ريزيستنس يوجوالي كارد على كونجوجيتيف بلازمت، لكن مفيش ما يمنع ان نون كونجوجيتيف بلازمت يحمل صفات الار ريزيستنس. ايوه يا يعني كده ممكن مثلا مش البلازمت كله الاثنين حته بس اللي لا دي قصه ثانيه. البلازمت كله المفروض يتنقل. لا البلازمت كله المفروض يتنقل. لا لا سؤالنا جت حاجه ثانيه. يعني دائما الكونجوجيتيف بلازمت هما اللي بيحملوا الار جين؟ الاجابه لا. هو يوجوالي كارد على الكونجوجيتيف بلازمت، لكن ممكن يبقى الار جين اللي يمكن بكتيريا انها تبقى ريزيستنت يبقى كارد على نون كونجوجيتيف بلازمت. والا كنا حطينا فرق اهي. كنا قلنا ان الكونجوجيتيف بلازمت بيحمل ريزيستنس بينما النون كونجوجيتيف لا يحملوها. لا ده مش فرق. وضحت؟ الناس متابعه؟ عايز صفه ثالثه نرجع بقى للايه؟ لظهرنا كده من السلايد اللي فات. اهو يبقى أول صفة كان 6 فيروس فورميشن، تاني وظيفة كان ريزيستنس تو أنتي بايوتكس، تالت صفة اسمها في أي. وهنا بقى مش لازم يكون كونجيجيت، أي بلازمت آخر ممكن يحمل جين اسمه في أي. في أي دي يعني اختصار كلمة فيرنس، عدت علينا قبل كده. فيرنس يعني عنف أو ضراوة. الفيرنس فاكتور از ذا فاكتور ويتش enable the organism to produce the disease. ايه؟ البيرنس فاكتور از فاكتور which helps the organism او enable the organism to produce the disease. مثلا لو قلنا الجين ده بيخلي البكتيريا تعمل ديزيز، قد يكون بيمكنها انها to produce توكسين. يقوم التوكسين يدي لك اعراض يبقى يقدر تعمل الديزيز اهو. او يمكنها انها تعمل فيمبريا البلاي تقوم تمسك في الهوست وتأدهير وتعمل الديزيز كبسول، او يمكنها انها تعمل كبسول تقوم تحمي نفسها وتغزو جوه الهوست وتوصل للتيشر اللي هي عايزاها وتعمل الديزيز. سؤال جه في الامتحان علم ليه بعض البلازمتس may render the organism pathogenic. some plasmids استوعب السؤال دايما. some plasmids may render render يعني يجعل بتجعل ميك مثلا لو اسلوب اسهل. some plasmids may make the organism pathogenic. في طلبه جاوبوا لان البلازميد يخلي البكتيريا ريزيستنت تو انتيبيوتيك فتبقى باثوجينيك. وبعضكم هيبقى ده اللي كان في ذهنه بالامانه الشديده، مش بعضكم راح كده لدماغه. الريزيستنس ملوش دعوه بالديزيز برودكشن، بدليل ان في بكتيريا ما بتعملش ديزيز وريزيستنت للانتيبيوتكس. البكتيريا عايشه في التربه وريزيستنت تو انتيبيوتكس. الريزيستنس تو انتي بايوتيك دي صفه، والقدره على ان الاورجانيزم يعمل ديزيز دي صفه ثانيه. ها يبقى الاجابه يا دكتور اهو. سم بلازمز بي ريندر ذا اورجانيزم باثوجينيك، لان سم بلازمز مي كاري فيرولنس فاكتورز او مي كود فور فيرولنس فاكتور فورميشن. فور اكزامبل سم بلازمز
يساعدوا البكتيريا تبروديوس توكسين او يساعدوها على الادرس او يساعدوها على الانفيجن داخل جسم الفيرنس. تفاصيل الفيرنس دي هقولها في شابتر 10 الحصه اللي جايه حصه بكره وبعده هنتكلم عن الفيرنس بالتفصيل والتوكسين والادهيجن والكلام من ده كلام حلو جديد وختام الجنرال بكتيريولوجي اللي جه متاخر بكره ده بقيت شابتر 9 زائد شابتر 10 ختام الجنرال بكتيريولوجي اللي جه جديد وفاتوا حاجات ومش فاهمها ما يهجوش بقى ها كاننا اولاد النهارده من الحصه بتاعت الثلاث اللي عادتها الاربع ده بدايه علم الايمونولوجي ملوش ارتباط باللي فات تقدر تبدا بيه وتذاكر ها وتمشي معانا عادي لحد الان راجع لك كل اللي فات ان شاء الله. قلت لهم الاول في كام شابتر من دول؟ ما تبداش تعد من دلوقتي لانهم بيبقى في اجتماع بيقرروا ايه اللي داخل. مبدئيا لو قلت لك على السنه اللي فاتت دخل ايه؟ دخل شابتر 1 ل 18 في فوليوم 1. امتحان نص سنه. 1 ل 18. ودخل اول اربعه شابترز او خمسه في فوليوم 2. ودخل اول ثلاثه شابترز في فوليوم 3. ده الكم اللي دخل في امتحان نص السنه اللي فاتت. السنه دي داخلين متاخر سنه اجازات شويه هل نفس المنهج هيخش هيشيلوا منه حاجه؟ الله اعلم بس نعمل حسابنا ان ده المينيم. يعني هم لازم يمشوا 3 فوليوم صح؟ اه 3 فوليوم يمشوا مع بعض. حتى في المدرج بعد ما بيبداوا يخشوا في الايمونولوجي يبقى حصه الايمونولوجي وحصه فوليوم 2 كده يمشوا 2 فوليومز مع بعض. البلازمت اخيرا كفانكشن رابعه ممكن يمكن البكتيريا انها تبرودوس توكسين برضو اسمه بكتيريوسين. يعني تخيل ان ده بلازمت اهو عليه جين هسميه كابيتال بي كده لما يشتغل يخلي البكتيريا تبرودوس خامه او ماده اسمها بكتيريو سين. انا دايما لما ابص بالكلمه انتوا درستوا انجليزي خدتوا الترمينولوجي اللاتيني شويه في الطب عشان تفهموا بكتيريو جاي من بكتيريا وسين يعني صيدل يعني قاتل المقطع سين في اخر اي كلمه حتى عشان كده معظم الانتي بيوتكس اخرها سين يعني تسمعوا ايه جارامايسين جنتامايسين ستريبتومايسين سي اي ان في اخر كلمه جايه من صيدل يعني قاتل فبكتيريو سين يعني توكسين توكسيك سبستنس او بكتيريسايدال سبستنس برودوسد باي سيرتن بكتيريا تو كيل اذر بكتيريا of the same or closely related species. البكتيريا بتحارب بعض. يعني حتى البكتيريا بقوا بيعضوا في بعض مش بني ادمين بس. ده انا الفخر الحمد لله ان حتى البكتيريا بيعضوا في بعض تلاقي بكتيريا بتطلع توكسين تقتل بيه بكتيريا ثانيه. ليه؟ عشان يتنكر عشان تعيش. نوع من التنافس البيولوجي لما تبقى بكتيريا قاعده في الانتستين زي الاي كولاي. شريشيا كولاي اهي كمثال اكتر بكتيريا غداره. والله تقول لك الانتستين دي بتاعتي. يعني ايه؟ يعني تيجي بكتيريا تانية من نفس عيلة في عيلة اسمها انتيرو بكتريسي منها الديكولاي وكتير ممبرز أخرى من نفس العيلة أو عائلات مشابهة تقوم ترش عليهم بكتيروسين يعني توكسيك ماتيريالز عشان تقتلهم عشان يفضلها الجو عشان تفضل هي اللي متفوقة وهي اللي بتشغل الانتستين. آدي يعني إيه بكتيريوسين؟ واحد يقول لي طب ما البكتيريوسين ده حلو بالنسبة لنا إحنا. أه؟ مش هقدر أستخلصه واستخدمه كانتي بيوتيك؟ ايه رايكم؟ اللي حضر معايا شابتر 8 سمع الانتي بيوتيك لسه مخلصين الحصه اللي فاتت كنا سبيسيفيك بس كتيره معينه اسمع هايل حسن هايل حسن هايل ممتاز البكتيروسين بكتيريا مدرعه كميات قليله ادي واحد وتقتل نوع معين من البكتيريا فانا لو استخلصت البكتيروسين هيبقى عندي معوق ايه هو؟ اولا كميات قليله مش هتبقى يعني اقدر استخدمها على المستوى التجاري. ثانيا لو قدرنا ننتجها بالكميات الكبيره حتى ولو في المصانع نارو سبريدر هتبقى سبيسيفيك يعني تضرب اورجانيزم معين نارو سبيكترم يبقى نارو سبيكترم محدوده مش نارو كمان دي ليميتد دي اقل من النارو ليميتد يعني محدوده ما بقدرش اموت فيها غير اورجانيزم واحد هو ما استنى بقى لما يبقى بني ادم يصاب بالاورجانيزم ده عشان استخدمها يقوم الشركات اللي تنتج الادويه تخسر عشان كده مش بينتجوا البكتيروسين. امال البديل بستخدم الانتيبيوتكس، يبقى ايه الفرق بين الانتيبيوتك والبكتيروسين؟ الانتيبيوتك ها السبيكترم بتاعه اوسع او مش لازم يكون برود بس السبيكترم بتاعه اشمل واعم
ونمره 2 بينتج بكميات كبيره يبقى كوميرشالي هيعوض ثمنه وهيبقى افيلبل. برافو عليك يا حسن. في اذر فانكشنز البلازمز ممكن تعطيها للبكتيريا؟ نعم. الاذر فانكشنز البلازمز ممكن تعطيها للبكتيريا، كتاب كاتب لك كتير، 7-8 حاجات احفظ مثال بس. قول فور اكزامبل كذا، شوجر فيرمنتيشن، اتش تو اس برودكشن، انتيبيوتيك برودكشن الى اخره. خلصنا كده البلازمز، ده كان الكونجوجيشن خلاص. ونروح يعني ايه ترانسبوزابل جينيتك اليمنت. ترانسبوزابل جينيتك اليمنت ممكن نعلي يعني نخليها دافئ ولا بارد؟ دافئ. حاضر. بصوا يا شباب، يعني ايه ترانسبوزابل جينيتك اليمنتس؟ هديكوا تشبيه. راجل مقتدر ربنا فتح عليه وقدر يشتري ارض ويبني عماره وقال مش هسكن حد غريب معايا في العماره. عمارة، انا كصاحب العماره والاب يعني رب الاسره هاخد اكبر شقه في العماره. اهو خد اكبر شقه في العماره. ده مين بقى الاب ده؟ ده البكتيريا الكروموسوم. مش هسكن في العماره دي غير دي ان ايه بس؟ قرايبي، ولادي. تمام. فالكروموسوم هو الاسنشال، هو الاساس، هو رب الاسره، هو اللي بيحمل الصفات الاسنشال. اي حد من ولاده يبقى كبير انف بحيث انه يقدر يتجوز ويخلف، يريبليكيت اوتونوماسلي، يعتمد على نفسه، ها، ويقدر يفتح بيت، هديله شقه منفصله جوه نفس العماره. يعني اكسترا ايه يا مهند؟ اكسترا كروموسوم. لكن انترا ايه يا مهند؟ انترا سيلر. احسن في بعضكم بيسرح عيال ويقول البلازمد از ان اكسترا سيلر. ولا بره الخليه يهمني في ايه؟ البلازمد ها انترا سيلر لكنه اكسترا كروموسوم. يعني لما اجي ارسم البلازمد دلوقتي ارسمه فين؟ كده او هنا. يبقى اي ابن كبير يكبر ويقدر يخلف ويتجوز اوتونوماس ويخلف لوحده اديله شقه في نفس العمر. حلو. طب والراجل المقاول ده مش عنده ولاد صغيرين ما يقدروش يتجوزوا ويخلفوا؟ هيعيشوا فين؟ اهو الولاد الصغيرين دول هو اللي داعي عنوانهم ترانسبوزابل جينيتك ايرز. عباره عن الابن الصغير لهذا المقاول، يعني فراجمنت اوف دي ان اي هتسيبها بالاحمر اهي. ما يقدرش يتجوز ويخلف يعني كان نوت ريبليكيت independently. ما يقدرش يريبليكيت independently. يبقى لازم يعيش مع ابوه في نفس الشقه. مش كده ولا ايه؟ طفل وعايش مع ابوه في نفس الشقه، في اوضه لوحده صحيح بس في الشقه نفسها. هيلعب ولا ما يلعبش؟ ويتعفرط ويتشقى ولا لا؟ يقوم يزعج ابوه. وبيقول له ايه؟ مش عايز بقى وجع دماغ، روح اقعد في حته ثانيه بعيد، العب في الاوضه اللي بعيد دي عشان صوتك ما يوصلنيش. يوم يغير مكانه من أوضة لأوضة في نفس الشقة. يغير مكانه يا ولاد من أوضة لأوضة في نفس الشقة. وبعدين برضه الصوت واصل والإزعاج واصل لأبوه. يقول لك إيه بقى؟ أنت تسيب الشقة خالص وتروح تقعد عند أخوك شوية. يوم يسيب مكانه ويروح يقعد على بلازمه. اخوه عريس جديد ولسه يا دوبك بيريبليكيت اندبندنت، يقول له بابا بينده عليك، يقوم يرجع تاني شقه ابوه. وهكذا. يبقى بيغير مكانه من سايت لسايت على نفس المولكيول او من مولكيول لمولكيول جوه نفس الخليه. عشان كده تسموه ترانسبوزابل جينيتك اليمنتس. تعال كده نشوف كلمه كلمه في التعريف وبص على الرسمه معايا. يلا يا دكتور، انت ما شغالش بالتكييف. ذكرني باسم حضرتك. محمد، بص يا محمد عشان الحته اللي فاتتك دي. نون ريبليكيتنج دي ان اي فراجمنتس او يونتس اهو، نون ريبليكيتنج حتت فراجمنتس من الدي ان اي غير قادرين على الاوتونوموس ريبليكيشن. وانما او هينسيرت ذيم سيلفز انتو دي ان اي مولكيولز يكونوا قادرين على ريبليكيشن، نسميهم ريبليكون. الكروموسوم عشان بيريبليكيت والبلازمير عشان بيريبليكيت
بنسميهم ريبليكون. يبقى لازم الترانسبوزبل جينيتك ايرمز ينسرت نفسهم على ريبليكون. وبصوا كده يقدروا يتشينج فروم وان، يغيروا مكانهم فروم وان لوكيشن انتو انذر لوكيشن اون ذا سيم كروموسوم، او فروم كروموسوم تو بلازميد اند فايس فيرسا، يقدروا يغيروا مكانهم. عشان كده بعض الكتب يسموه جامبنج جين، كانها جينز بتتنطط، هي دي اللي اسمها جامبنج جين. كويس، في سؤال بيقول لك هم ليه بيقدروا يغيروا مكانهم؟ ليه بيقدروا ينسرت نفسهم ويفكوا نفسهم ويلعبوا ويتنططوا زي العيال الصغير؟ الاجابه ايه؟ لان عندهم their own enzymes اسمها integrase enzymes او transposase enzyme. transposase enzyme او integrase enzyme عباره عن enzyme له وظيفتين بتسمي ليهم تو انزيمز مختلفين. سمعت عن انزيم اسمه ريستريكشن اندونيوكليز؟ ده الانزيم اللي بيتعرف على دي ان ايه ويروح قاطعه فتحه، صح؟ وانزيم اسمه رايجيز، ده اللي بعد ما نحط نفسنا نروح لحمين. الانتجريز في الصفتين يقص ويلزق. فطالما الترانسبوزابل كلمه بتبروديوس انزيمز عندها القدره على القص واللزق، عشان كده بتقدر تحط نفسها في اي لوكيشن وتشيل نفسها وتغير مكانها من مكان لمكان على نفس الكروموسوم او نفس المولكيول او على مولكيول اخر. طبعا لما الانسرت نفسه لعب العيال دايما تاخد من وراه خسائر، لسه ما جربتوش بكره ان شاء الله لما تتجوزوا وتخلفوا، يلاقي بقى الطفل في كل مرحله من مراحل حياته بيخسرك حاجه، كسر لك يقف كده يا فرحان ولد مسك ضربتك جاب لك كل البازار، كل الطفايات كده. فهتلاقي دايما لعب الاطفال يجيب خسائر. افتكر لو ده الازرق من اول هنا لحد هنا، وخدوا بالكم اهو اللي انا بلونه ازرق اهو، قبل ما احط الاحمر الازرق ده كان ايه؟ كان جين، صح؟ لما الاحمر اتحط في وسطه بوظ الجين، اللي عمل انكتيفيشن في مكان الانسيرشن بتاعه لوريدي بريزنت جين. عشان كده هو المعلومه دي الترانسبوزيشن صحيح ما بيحصلش كتير، بيحصل انفريكوينتلي، لكن بينتج عنه انكتيفيشن او ديسربشن للجين اللي هو بيحط نفسه فيه. يعني تخيلت الاربع زملاء شروق ومين؟ دكتوره ليلى ساره شادي شادن. اهو لو دول نيوكليوتايد سيكونس، لو انا جيت بين ساره ليلى وساره ما علينا، لو جيت بين الاثنين نيوكليوتايد دول وحطيت الترانسبوزابل ايرمنت يبقى السيكونس باظ. يعني انا كنت جايبكم تساعدوني. يبقى انا لما بحط بانسيرت ترانسبوزابل ايرمنت بين نيوكليوتايد سيكونس بعمل حاجه اسمها فريم شيفت، تمام؟ بغير الترتيبه اللي كانت موجوده الى ترتيبه جديده، ترتيبه اخرى، فالجين بيبوظ. يبقى الانسرشن بتاع الترانسبوزابل ايلمنت في مواضع معينه يؤدي الى زي ما انتم شايفين كده اهوت حاجه اسمها فريم شيفت او انكتيفيشن للجين. هنقابلكم عنوان مهم اسمه ذا كلاسز اوف ترانسبوزابل جينيتك ايلمنت. حاضر يا ادهم، لما نقول لكم الهديه دي الاول، مطلوب فيهم اربع عناوين بس للحفظ، لكن التفاصيل مش عارف. الاربعه كلاس اوف ترانسبوزابل ايلمنت اللي عندكم تعرف العنوان فقط. نقول العناوين. في حاجه اسمها انسرشن سيكونس، يعني عباره عن نيوكليوتايد سيكونس كل وظيفته من الانسرت نفسه ويتاتش يتنطط بس. في حاجه اسمها ترانسبوزوم، ده عباره عن انسرشن سيكونس بس مضاف اليه جين له وظيفه. يعني لو بشبه عشان تفتكروا، الانسرشن سيكونس عامل زي الاطفال بيلعب بس بيتنطط بس بينسرت ويديتاتش، عشان كده سموه انسرشن سيكونس. الترانسبوزر عامل زي الشباب زي حالاتهم، اللي هو بالاضافه لروح اللعب بتاعت الاطفال اللي مثلت فيكم بقى يمكن زادت شويه، لكن السيل فيه وظيفه، يعني اقدر اعتمد عليكم في حاجه، اقدر اكلف اي حد فيكم بمهمه، ذاكر، ابعت ابني يجيب حاجه، ابعت تقضي لي مشوار، يبقى في وظيفه انه يجعل البكتيريا ريزيستنت تو انتيبيوتيك او بتبروديوس فيرنس فاكتور ايضا، ده زي البلازما. طبعا مش جينز. الانتجرونز حته اكبر شويه قادره على الانتجريشن وبرضه تحمل صفات للبكتيريا. الباثوجينيسي ايلاند حته برضه كبيره وبتنسرت نفسها زي الترانسبوزابل ايليمنت
وتحمل ها باثوجينيستي فاكتورز، يعني فاكتورز تساعد الاورجانيزم على انه يعمل ديزيز من اسمها. ده بس عشان تبقى فاهم الاسامي. حفظ الكلاسز دي مهم جدا. ممكن ايفن رغم ان شطبنا التفاصيل نستخدم العناوين دي في سؤال ام سي كيو، مفيش مانع. التفاصيل مش عليك، العناوين عليك. احفظ الاربع عناوين واجيبها لك سؤال اقول لك all the following are transposable genetic elements except، واجيب لك الاربعه دول واحط معاهم حاجه خمسه، مش كده ولا ايه؟ يعني اقدر اعتمد عليهم في سؤال ام سي كيو. اخر حاجه في هذا الشابتر البروفيج دي ان ايه. اللي حضروا معايا تشابتر 4 عرفوا يعني ايه بروفيج، اللي ما حضروش هقول لهم البروفيج سيمبلي اهو. في فيروس اسمه بكتيريوفيج، بكتيريو يعني بكتيريا وفيج يعني بيلتهم. هذا البكتيريوفيج فيروس بيجي كده عامل زي الاطباق الطايره كده، اطباق اللي جايه من الفضاء، بيمسك في البكتيريا عنده ديل كده وفايبرز يمسك بيها وينجكت الدي ان ايه بتاعه جوه البكتيريا اهو، ويبدا يستخدم البكتيريا كانها مصنع عشان يريبليكيت. وبيريبليكيت بطريقتين، من ضمنهم طريقه انه يقدر ينسرت نفسه في الكروموسوم اهو. الاخضر ده هو البكتيريوفيج دي ان ايه، خليه اخضر من الاول اهو. البكتيريوفيج دي ان ايه اللي دخل جوه البكتيريا وعمل انسرشن لنفسه في الكروموسوم. تفاصيله موجوده في تشابتر 4 لما نيجي نراجعه، لكن مبدئيا طالما ده دي ان ايه واصبح انسيرتد في الكروموسوم يبقى جزء من الجينوم ولا لا؟ جزء من الجينوم. هيدي للبكتيريا صفات اضافيه ولا لا؟ هيدي. ايه هي بقى الصفات؟ وبنسميه ايه؟ بنسميه بروفيج. وايه هي الصفات؟ ده كان في تشابتر 4 بس مبدئيا عشان تبقوا عارفين. ده البروفيج دي ان ايه اللي بنعتبره بارت من البكتيريا جين. يا ترى البكتيريا الواحده ممكن يبقى جواها ايه من التنويع اللي قلناها؟ لازم يكون جواها كروموسوم وبعدين وقف وبدل زي ما انت عايز المولكيولز الاخرى. يعني كروموسوم بس ماشي، كروموسوم وبلازمت اوكي، كروموسوم وترانسبوزابل اليمنت بس اوكي، كروموسوم وبروفيج اوكي، كروموسوم واي كومباينيشن من الثلاث حاجات التانيين مفيش مانع، كروموسوم وكل الحاجات التانيين مفيش مانع، بس الكروموسوم في كل الاحوال اسينشال، لازم يبقى جزء من الجينوم ان ما كانش هو الجينوم كله. نعم، تم بحمد الله.